السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نديرو تتمة ديال الفيديو السابق لانديس دو جيني. أولا كنعتذر في الحصة السابقة يعني انقطع الفيديو فجأة وما كملناش لي كارتيب. المهم هنا كنظن وصلنا لهنايا، لهنايا وصلنا لكارتيب. قلنا كيفاش كنحسبوا هاد اكس او كاري بار. قلنا ادي العلاقه ديال هاد اكس او كاري بار هي 1 على ان فلاسوم ديال ان اي في اكس او كاري، يعني كنرفعوا فقط او كاري الاكس اما نفس العلاقه ديال الموين. اوكي نرجعوا للطابلو. انا حسبت هنايا ديجا كنديروا اكس ان في اكس او كاري صافي كنحسبوا. في التالي كنديروا التوتال ديال هذا الشيء، كدير 50 زائد 8125 زائد 15625 زائد 24000 وكدير لهم التوتال هي 47800. دابا ملي لقينا هاد 47800 كنرجعوا لهنايا، اللي كارتيب كنديروا الجيدر 47800 اللي قلنا هذا لاصوم ديال ان اي في اكس او كاري كنقسموها على ان يعني على 100 ناقص 18.95 او كاري. صافي كتحسبوا الريزلت ديال لي كارتيب. دابا ان شاء الله من بعد ما شفنا يعني هذه النقطه اللي بقات لنا، دابا غنشوفوا السؤال، يعني السؤال اللي مورا هذا الشيء. هذا السؤال كيقول لنا تراسي لو كورب ذو كونسونتراسيون. اوكي دابا غنبداو بهذا السؤال. هذا هو يعني السؤال، هذا السؤال الثالث تراسي لو كورب دو كونسونتراسيون. انا قبل يعني ما تراسي الكورب دو كونسونتراسيون اول حاجه يعني نستحضرها في العقل ديالي، كنشوفوا هذا الكورب دو كونسونتراسيون كيدير يعني الشكل ديالو. كنلقاه بلي كنديرو هنايا لا فريكونس كيميلي كرواسون. اها هادي عندي ديجا حسبتها يعني في الفيديو السابق، راه ديجا حسبناها. كنشوفو شنو كيكون هنايا، كتكون هنايا جي. واو هاد جي اي منين غنجيبوها؟ دونك هنايا كنديرو علامة استفهام وضروري اننا خاصنا نتراسيو واحد الطابلو ونحسبو هاد جي اي باش يمكننا نتراسيو لو كوب دو كونسونتراسيون. لهذا الاخوان انا تراسيت هاد الطابلو هنايا، هذا هو الطابلو. كدير هنايا لي كلاس يعني 0 5 25 20 30 30 50 الى غير ذلك. هنايا كنديرو اكس اي كيف ديما في الكا ديال الكونتيني، كنحسب اكس اي هي 2.5 12.5 25 40. هنايا كنحطو ليفيكتيف 8 52 25 15 وكنديرو هنايا توتال، يعني ان توتال هي 100 يعني 100. دابا كنجيو كنحسبو لا فريكونس. لا فريكونس ديجا حسبتها، دونك هنا فقط كنجيو كنحط لي فالور ديالها. هذا الشيء كولو راه ديجا حسبتو من هنايا لهنا، راه ديجا حسبت هذا الشيء. دونك لا فريكونس هو هذا، قلنا في التوتال كيعطي لنا واحد. دابا غنبداو في المعقول كيفاش غنوصلوا لهاد الجي اي، هذا هو السؤال المطروح. دابا شنو كنديرو؟ كنحسبو واحد لامص. اول حاجه كنرمزو لها باس اي. هاد اس اي شنو كتساوي؟ كتساوي هي ان اف اكس اي. تابعوا معايا ان اف اكس اي، هاد اس اي كتساوي ان اف اكس اي. وشنو كنديرو؟ كدير 2.5 في 8 هي 20، 12.5 في 52 هي 650 الى غير ذلك. وكنتمو كنكملو الحساب ديالنا، يعني كدير فقط ان اف اكس ان اف اكس ان اف اكس اي. في التالي شنو كدير؟ بلي مثلا درنا هنايا 15.40 عطاتنا 600، شنو غنديرو دابا؟ غنديرو التوتال ديال هادشي 20 زائد 650 زائد 625 زائد 600، شنو كتعطيني هنايا؟ 1895. دونك انا لقيت هاد اس اي. اوكي تفاهمنا الى حد الان. دابا غندوزو نحسبو جي اي. اوكي جي اي شنو كيساوي؟ كيساوي هي اس اي على اس توتال. هادي راه اس كبير، اس توتال. عرفتي هاد جي اي بحال قلتي لا فريكونس، بحال هاد لا فريكونس.
يعني تقريبا نفس الطريقه باش كنحسبوها، غير هاد الجي اي كنخدموا بالاس اي. اوكي، المهم شنو غنديروا دابا؟ غنديروا هي اس اي، دونك هي سميتو هي 20 على 1895، دونك غتخرج لي هي 0011. 650 على 1895 شحال كتخرج لي؟ هي 0804. انا ديجا حسبت هاد الشيء هنايا، المهم ربما نكون غلط في لي فالور. المهم نتوما ضبطوا الامور ديالكم في الاكزام. هنا كنديروا 625 على 1895، كنلقاو بلي 0.33. 600 على 1895 هي 0.317. اوكي، وهنايا خاصنا في التوتال ديال هذا الشيء خاصنا نلقاو واحد. ها علاش قلت لكم ودي هاد الجي اي راه تقريبا بحال لا فريكونس، غير هنايا كنخدموا بهاد اس اي. دونك كدير هادي اس اي على اس توتال 20 على 1895، 650 على 1895 الى غير ذلك، وفي التالي كنلقاو هنايا واحد، يعني في التوتال ديال هاد. دابا غنوصل للجي اي، هاد الجي اي اللي حمقتني هنا دابا غنحسبها هنا. اوكي، جي اي عاوتاني بحالها بحال لا فريكونس كيمي لي كرواسون، هانتوما غتشوفوا نفس الطريقة. دونك هنا شنو كناخذو؟ كناخذو لا بروميير فالور ديال جي اي كنحطوها في كروند جي هي 0011. اوكي، كناخذو هاد لا فالور كنزيدو عليها هاد القيمة الثانية، يعني 0011 زائد 0.343، دونك غتعطيني هي 0.354. دونك كنديرو هادي عاوتاني 0.354 زائد 0.33 هي 0.683. نفس الطريقة باش كنحسب لها فريكونس كيمي لي كرواس، وهنايا كتلقاو واحد. اوكي، هنايا كتلقاو واحد، عندك تجي تكتب هنايا او بليس لا هادي كنحسبو راه جي اي. اوكي، دابا من بعد ما حسبنا هاد الجي اي غنجيو نتراسيو الكورب دو كونسونطراسيون ديالنا. غنرجع انا لهنايا، ها فين بديتو هنايا، كدير هنايا لي فالور ديال لا فريكونس كيمي لي كرواسون اللي ديجا حسبناهم في الفيديو السابق. يعني ها هو الطابلة نوريكم، يعني هاد لي فالور، هاد لي فالور كديرهم هنايا 0.1 0.6 0.8 تال الواحد. دونك الماكسيموم هنايا كتلقى واحد. اوكي، الماكسيموم ديال لا فريكونس كيمي لي كرواسون كنلقاوها واحد. اوكي، حتى هنايا الماكسيموم ديال جي لقيناها واحد. دونك الماكسيموم ها واحد. اول حاجه كتاخد المسطره ديالك كتراسي، يعني كتلقى ما بين هاد واحد وواحد. اوكي، كتراسي من هنايا، كتراسي من هنا، وتراسي من هنايا، وكتلقاهم هنايا ما بين واحد وواحد، الماكسيموم ديال جي اي والماكسيموم ديال اف اي. لا دوزيام ايطاب اللي غنديرو كتحط يعني لي فالور ديال اف اي هنايا ولي فالور ديال جي اي هنايا، كنبقاو نلاقيهم. هانتوما مثلا عندي في جي اي لا بروميير فالور شحال؟ 0.011. اوكي، 0.011، دونك فين غتجينا هنا؟ 0.011 تقريبا تجي هنا، كتقابلنا في لا فريكونس كتقابلنا هي 0.08. اوكي، 0.08، دونك بحال هادي ها النقطة الأول غتجي لنا هنايا. غندوزو ل لا فالور الثانية شحال عندي تما؟ عندي هي 0.343. اوكي، عفوا 0.354. غنجيو لهنايا الجي اي 0.343، دونك غتجي تقريبا هنايا 43، دونك غتجي هنا تقريبا دونك غتجي هنايا كتقابل 0.52 اف اي، يعني لا عفوا 0.6. دونك غنجيو لهنايا تراسيو
شي تقريبا هنايا. اوكي كنمشيو هكا كنشوفوا القيمه، القيمه الثالثه هي 0683 0683 هنايا. كنشوفوا ما من غتجي غتجي مع 085 دونك هنايا خلقتي غتجي لنا هنا واحد دونك واحد غيجي مع واحد دونك الشكل ديال هاد الكوب، الكوب ديال الكونسونطاسيون غيجي لنا بحال هاك هذا هو الشكل ديال الكوب دو كونسونطاسيون. دونك هاد الكوب دو كونسونطاسيون اول حاجه هذا يعني هذا المنحى هذا الخط اللي رسمت دابا سميتو هذا هو الكوب ديال الكونسونطاسيون. كونسونطاسيون كيما الاحسن كتبها في ليكزام باش البروف يعرفك راك فاهم. هذه كتسمى ايغ دو كونسونطاسيون، ايغ دو كونسونطاسيون هذه المساحه ديال. وهذا شنو كيتسمى؟ هذا كيتسمى ضوار، ايكيري بارتيشن ضوار ديكيري بارتيشن هذا. اوكي احنا تراسينا جاوبنا على الكيستيون ديال تراسي كوب دو كونسونطاسيون. من بعد قال لك هنايا شوفوا شنو قالوا لنا هنا كومونتي جلوبالمون لا ديستريبيسيون. هنايا الخوت كاينه اللعبه كومونتي جلوبالمون دو كونسونطاسيون دونك غتشوف كاع يعني غتشوف كاع النتائج اللي حصلت عليهم من لا بروميير كيسيون. اول حاجه عندنا هنايا في لا دوزيام كيسيون شنو غتلاحظوا هنايا في لا دوزيام كيستيون ملي حسبنا لا مود لا مويان الى ميديا شنو غنلقاو؟ دونك شنو غنكتبو هنايا حنا غنقولو بلي عندنا اون شنو عندنا لقينا بلي المويان كبر من لا ميديا وكبر من لا مود. اوكي علاش كيدل هذا الشيء ملي كتلقى المويان كبر من لا ميديان كبر من لا من لاموط دونك هاد لا ديستريبيسيون دونك هاد كيبان لي دونك هاد لا ديستريبيسيون شنو من ديستريبيسيون هذا ديستريبيسيون يعني موضاد ديستريبيسيون يعني موضاد ديسيميتريك الي ادغوات. اوكي عندنا المويان كبر من لا ميديان كبر من لا مود دونك لا ديستريبيسيون اني مودال دي سيميتريك الي ادغوات. مثلا كان لقينا العكس نلقاو لا مود كبر من لا ميديان كبر من لا مويان يعني نلقاو العكس ديال هذا نلقاو الرمز يعني مقلوب هكا شنو غنقولوا؟ غنقولوا بلي لا ديستريبيسيون اني مودال دي سيميتريك ايطالي ا غوش. اوكي ايطالي ا غوش هادو بالنسبه للديستريبيسيون. ها اول حاجه شفناها عندنا بلي هاد لا ديستريبيسيون الي على دغوا دي سيميتريك الي على دغوا. وشنو اخر خصنا نحسبوا لانديز دو جيني. اوكي باش نشوفوا بلي هاد لانديز دو جيني شحال كيساوي حيت مازال هاد القيمه اللي غنلقاو هنايا مازال غنحتاجوها من بعد. اوكي دابا غنرجعوا للطابلو نحسبوا لانديز دو جيني. لانديز دو جيني قبل ما نرجعوا للطابلو عفوا اسمحوا لي قبل ما نرجعوا للطابلو عندي لانديز دو جيني ايتيغال كوا شنو كيساوي؟ كيساوي هي واحد ناقص شنو كيساوي؟ واحد ناقص لا صوم ديال لا فريكونس عامل جي زاد بليس جي. هذه هي الغولاسيون ديال ديال انديز دو جين.
دونك لانديز دو جيني شنو كيساوي؟ كيساوي واحد ناقص خصني نحسب هاد لاصوم، هاد لاصوم ديال لا فريكونس فوا جي اي زائد جي اي موان زي زائد جي اي. دونك هنايا غنرجع للطابلو ونحسبها هنايا، ها فين درتها هنايا، لا فريكونس عامل جي اي موان زي بليس جي اي. اوكي دونك غنحسبو الطريقة باش كنحسبوها ساهلة، الطريقة باش كنحسبوها كناخدو لا فريكونس هي 0.08 فوا هاد جي اي موان زد. شنو هي غتقولي شنو هاد جي اي موان زد؟ يعني القيمة اللي كبر من هادي شحال عندي هنايا راه زيرو، يعني القيمة اللي كبر منها كانت زيرو بليس هاد القيمة ديال 0.011. اوكي دونك غتعطي لنا هي 0.001. دابا غندوزو لهادي 0.52 فوا جي اي موان زد. شنو هاد جي اي موان زد؟ هي يعني القيمة اللي كبر اللي قبل من هذه هي 0.011. اوكي بليس يعني القيمة ديال جي اي الحالية هي 0.354. دونك غتعطيني هي 0.184. ونفس الطريقة دونك انا نحط لكم لي فالو، نفس الطريقة باش كنحسبو باش ما نضيعوش الوقت. واللي ما فهمش شي حاجة احطها في الكومنتير ولا يتواصل معنا في الباج ديال الفيسبوك، الباج ديال الفيسبوك ايكونومي فريند. دونك هنا 0.252 ودابا ملي حسبتها خصنا نديرو طوطال ديال هادشي، كنديرو هادي زائد هادي زائد هادي زائد، حيت شنو مطلوب لنا في لانديز دو جيني لا سوم ديالو. دونك لا سوم شنو هي؟ 0.696 هذا هو لا سوم ديال لانديز دو جيني. دابا غنجي نحسب لانديز دو جيني. لانديز دو جيني شنو؟ واحد ناقص لا سوم ديال هادي. شحال لقيت لا سوم ديال هادي؟ كتسويها بلي 0.696. دونك نحسبها تعطي ناقلة شي 0.96 دونك تعطيني بلي تقريبا 30%، عطاتني 30.4 دونك نديرو 30%. هذا هو لانديز دو جي. دونك شنو غتقول في هذا يعني في هذا النقطة ملي لقينا هذا لانديز دو جي 30%؟ اللي غتقول لانديز دو جي في بلومو دو كونسونتراسيون دو كونسونتري افو. دابا غندوزو ل كيستيون لي بعد كيستيون، يعني هذا هو المهم كاع في هاد الكيستيون. بارشوش شي كيبان ولا لا؟ المهم الكيستيون 5 شنو عندي؟ قالك لو شاف دو لونتربريز اوغمونتو لي سالاري دو 800 درهم. اوكي عندنا واحد الزيادة يعني لتو لي سالاري 800 درهم. شنو قالك في الكيسيون؟ قالك كالكيلي لي كار تيب اي لانديز دو جيني دو لا ديستريبيسيون ابخي لوغمونطاسيون. اوكي من بعد ما وقعت هاد الزيادة غنولي نحسبو لي كار تيب ونحسبو لانديز دو جيني. اوكي كيفاش غنديرو في هاد الحالة؟ اول حاجة عندي هنايا هاد 800. اوكي هاد 800 كتمثل ليا يعني ا، اول حاجه غنديروها مزيان يعني سام كيك كيسيون 5 خاصني نحسب لي كارتيب قلنا ياك ونحسبو لانديز دو جيني. دونك هنايا اول حاجه كنديرو كنشوفو يعني الطريقه ديال ماشي الطريقه يعني الشكل ديال ديال المعطى اللي تعطينا. مثلا عندي جوج، يعني كتذكر عندنا في الكو عندنا جوج ديال الحاجات. عندك اذا كان عندك اي غري ايكس بليس ا،
يعني هنايا دونك الفاريونس دو اكس ايتيغال فاريونس دو ايغريك ياك. وعندنا الى عندك ايغريك ايتيغال ايغريك ايتيغال ا اكس، هنايا كيكون عندك شنو الفاريونس ديال ايغريك، عفوا اسمحوا، الفاريونس ديال ايغريك كتساوي هي ا او كاري الفاريونس ديال اكس. اوكي بات لي ربما ما غاديش تفهموا هذه، ولكن انا ان شاء الله ملي غنشرحها غتفهموا. اول حاجه غنديروها هنا، يعني هذا السؤال راه مقسم لجوج ديال لي بارتي. يعني لا بروميير بارتي اول حاجه غنديروها غنديروا ايغري ايتيغا يا اكس بلس. اوكي افيك هاد ا شنو كتساوي؟ كتساوي 8 100 درهم. تما في المعطيات عطاوني 800 درهم، وهنايا عطيتها 100 درهم، دونك 8 100 درهم. اوكي هذا هو ا. دونك غنرد غنرفع البار هذه باش تولي مويان. مويان دي كري كتساوي المويان ديال اكس بليس 8 شحال كتساوي؟ دونك ديجا حسبنا المويان ديال اكس كان في السؤال في الفيديو السابق كتعطيني هي 26.95 100 درهم. عفوا انا حسبت دابا هاد لي طا. دابا نتأكد نشوف هاد الفاريونس ولا هاد لي كارتيب، حيت الا كان الفاريونس ديال اكس كتساوي الفاريونس ديال ايغريك، يعني حتى لي كارتيب يعني غتكون الفاريونس لي كارتيب ديال اكس كتساوي لي كارتيب ديال ايغريك. اوكي يعني لي كارتيب لي قبل كندوي، ملي كندوي على لي كارتيب كندوي على لي كارتيب يعني لي قبل. دونك هنايا غنشوفو لي كارتيب يعني لي مطلوب منا، حيت هما قالو لنا شنو قالو لنا؟ قالو كالكلي لي كارتيب. دابا غنشوفو لي كارتيب. دونك لي كارتيب شنو كتساوي؟ كتساوي الجذر ديال الفاريونس ديال اكس. غنشوفو الفاريونس ديال اكس شنو كتساوي، هي اكس او كاري اكس او كاري. دونك لي كتساولنا ديجا حسبتها هي 47. دونك حيت هنايا عندي هاد المعادلة، دونك غنلقاو بلي الفاريونس ديال اكس كتساوي الفاريونس ديال ايكغيك. دونك تا لي كارتيب ديال اكس كتساوي الكارتيب ديال ايكغيك، يعني هاد لي كارتيب غتكون كتساوي الكارتيب لي دي لي ديجا حسبتها. دونك على 100 ناقص دونك لي كارتيب هنايا شحال كتساوي؟ كتساوي هي 10.4 انا حددت لي كارتي. اوكي دونك لي كارتي هنا شنو كتقول؟ كتقول بلي الفاريونس ما شونج با، حيت علاش؟ لان هاد ايغري كتساوي قالك كانوا هادو عندنا في الكور، حيت قالك الا كان ايغري كتساوي اكس بلس ا، يعني الفاريونس راه كيكون الفاريونس ديال اكس كتساوي الفاريونس ديال ايغري. داكشي اللي عندنا هنايا، دونك الفاريونس نو شونج با. دابا غنشوفو باش نحسبو لانديس. اوكي دابا ملي لقيت بلي الفاريونس نو شونج با، وكذلك يعني كذلك لي كارتيب حتى هي نو شونج با، دابا خصني نشوف لانديس. واش نحسب لانديس؟ قلنا بلي طريقة باش كنحسبو لانديس، انا نعطيكم العلاقه ديال لانديس. دونك لانديس شنو كتساوي؟ هي واحد موا لا صوم ديال اف اي في جي اي بليس ان جي اي موا ان بليس جي اي. اوكي هذه هي العلاقه ديال لانديس دو جي اللي قلنا، هذه هي العلاقه باش غنحسبوها ياك. وقلنا باش غنحسبو هاد جي اي، اما لا فريكونس ديجا عندنا،
باش غنحسبوا هاد الجي اي يعني خصنا ندوزو من مجموعه من المراحل ياك. اول حاجه غنشوفوا يعني ديك الجي اي صغيره واش حتى هي ما كتشونجاش ولا لا. الا كانت كتشونجا يعني راه هاد لانديس يعني كامل غيتشونج. الا ما لقيناش ديك الجي اي صغيره ما تشونجاتش دونك راه غيبقى لنا نفس لانديس. دابا نشوفوا يعني الجي اي بري هاد الجي اي صغيره نشوفوا واش كتغير ولا لا. اوكي دونك شنو كتساوي هاد الجي؟ اول حاجه عندي هاد الجي اي كتساوي هي جي اي بريم هي نسميوها هادي ايغريك اوكي على لا سوم ان على لا سوم ديال ان اي ايغريك اوكي. من بعد غنشوفو غنعوضو ديك هادي ان سمحولي غنعوضو هاد ايغريك. باش غنعوض هاد ايغريك غنعوضها هنايا. شنو عندي إيكغي كتساوي إكس بليس أ دونك غنجيو نعوض إيكغي بالقيمة ديالها هي إكس بليس أ ونعوضها حتى هنايا لا صوم ديال إن إي عامل لإكس بليس أ دونك شنو غيولي عندي؟ غيولي عندي هي إن إي إكس إي زائد إن إي أ إي. فقط كنديرو هنايا النشر على الصوم ديال ان اي اكس اي ياك زائد يعني الصوم ديال ان اي اف اي. الو هنايا شنو كنديرو؟ عندي ان اي اف اكس اي دونك هي اس اي فوا ان اي معرفتش واش كيبان هادشي فوا ان اي فوا اي على اس كبيرة بليس ان فوا اي. اوكي دونك راه لقيت هنايا لقيت بلي هاد الجي اي بخيم راه تغيرات ما بقاتش. شنو كنعرفو على هاد الجي اي؟ كنعرفوها بلي شنو كتساوي؟ كتساوي هي اس اي على اس كبيرة يعني على اس توتال. دابا لقيتها بلي اس اي بليس ان اي فوا على اس توتال بليس ان ف ا دونك لقينا بحال اللي قلتي لقينا هاد ان ف ا يعني تزاد يعني تزاد يعني هاد الجي اي راه تغيرات. ان فوا كنلقاو هاد الجي اي تشونجا شنو كنديرو؟ يعني هاد الجي اي كيضربنا بكلشي في الزيرو غنعاودو الطابلو ا زيرو. اوكي انا ديجا طرازيت ليكم هنايا الطابلو واجد. شنو كدير؟ كتاخذ ديك الطابلو كناخذو الحوايج المهمين يعني الحوايج يعني اللي غنحتاجو حنايا. كناخذو هاد ليفيكتيف ها هي ديجا عندنا هاد اس اي اللي كتساوي ان اف اكس اي ها هي راه ديجا حسبتها ما تقوليش ما حسبناهاش راه حسبناها في السؤال اللي قبل. كناخذو لا فريكونس ها هو حتى هو ديجا حسبناه. دابا غنجيو لهاد الجي اي هاد المصيب هاد الجي اي اللي تشونجات. اوكي هاد الجي اي يعني من هنا غيبدا التغيير. هاد الجي اي شنو لقينا العلاقه الجديده ديالها؟ هي هادي هي اس اي بلس ان اف ا على اس كبيره زائد ان توتال يعني ان كبيره فوا ا. كيفاش غنحسبوها؟ عندي اس اي ها هي حيت هنا قلنا اس اي كتساوي ان اف اكس اي. اوكي اس اي ها هي دونك نبداو من هنا من هذا الاول. عندي 20 ياك انا نحسب لكم هنا مثلا باغ اكزومبل هذه الاولى كيفاش غنديروا؟ غنديروا 20 ياك اس اي بليس ان اي فوا ا ان اي فوا ا ان اي شحال هي 8 فوا ا شحال هي 8 على كنقسموا على ايش؟ كنقسموا كنقسموا على اس كبيره يعني اس توتال الاخوان. شنو هي؟ هي 1895 بليس ان اي ان توتال هي 100 فوا ا شحال هي 8
دونك شحال غتخرج لينا؟ انا نحسبها نشوف شحال غتخرج لينا. غتخرج لينا هي 0031. اوكي، يعني هاد الطريقه باش كنحسبوا. دونك و يعني نفس الطريقه باش كنحسبوا الاخرين، الاخرين غدير 600 ياك زائد 52 فوا 8 على 1895 زائد 100 فوا 8. صافي ساهله. و يعني نفس الطريقه باش غنحسبوا الاخرين، غنلقاو هذه 396، هذه 306، هذه 0، وهنايا شنو قلنا غنلقاو واحد. المهم ربما غنكون غلط في لي فالو، يعني ما كنزرب، ولكن نتوما ملي تكونوا كتخدموا حسبوا بشويه عليكم وشوفوا. الاهم هو الطريق. دابا غندوز للجي كبيره. دونك جي كبيره شنو قلنا؟ كناخذوا هاد القيمه كنحطوها هنا، يعني ديال جي. اوكي، كنزيدو عليها بحال اللي كنحسبوا لا فريكونس كيما لي كرواسون، كنزيدو عليها هادي تعطينا هي 427. دونك هادي 733. دونك هادي واحد. دابا غندوز للانديس. الانديس نفس الطريقة اللي قلنا قبيلات، كدير 0.08 فوا الانديس اللي عندي اللي قبل، يعني هنايا في الحالة 0 زائد الانديس الحالي هو عفوا جي، يعني اللي عندي الحالية هي 0.031. دونك غتلقاوها هي 0.02، 0.238، 0.290، 0.260. دونك غنشوفو التوتال، غنحسبو التوتال. 0.02 + 0.238، 0.79 في التوتال. دونك لانديس، يعني العلاقة ديال لانديس هادي. دونك لانديس شنو كيساوي؟ لانديس شنو كيساوي؟ هي 1 - 0.79 تساوي هي 0.21، اللي كيساوي 21%. شنو كتلاحظوا الإخوان؟ يعني هاد لانديس اللي حسبنا حاليا وذاك لانديس اللي ديجا حسبنا، شنو كتلاحظوا بلي راه لانديس يعني وقع فيه واحد، يعني نقص. كتقولوا بلي هاد لا كونسونطراسيون اديميني ابري لوغمونت، هادشي اللي كتقول لا كونسونطراسيون يعني نقص، يعني من بعد ما درنا ديك الزياده ولا عندنا واحد النقص. ابخي لوغمون، اوكي. دونك دابا غندوزو كيسيون، يعني الاخير. السؤال 6 قال لك سي لوغمونطاسيون ايتي دو 5% بار بور شاك سالاري، يعني بور شاك سالاري هنا قال لك سون لي فالور دو لي كارت تيب اي لانديز دو جين. غنوليو نحسبو هنايا عاوتاني لانديز دو جين اي لي كارت تيب، ولكن هنايا كاين الفرق ما بين هذه وهذه. هنايا عندنا l'augmentation est de 5% pour chaque salaire. OK. D'abord, on va calculer ça. Question 7.
اول حاجه كنديرو هكا كندير اي هنايا عندي اي كتساوي ا اكس هنايا اي كتساوي ا اكس بليس اكس اوكي دونك شنو كنديرو كنعملو بهاد اكس كتولي بلي اكس كتولي اكس عامل ا بليس واحد دونك شنو عندي ا نديرو افيك ا شحال كيساوي ا هي 5% دونك شحال كتساوي هنايا كندير واحد غتعطيك هي 1.05 او ما كيبانش مشكلة في مع التليفون دونك غنلقاو اي كتساوي لي هادي اوكي من بعد كنشوفو لي كارتي ولا الفاريونس في هذه الحاله قلنا بلي الفاريونس دو اكس دو ايغريك عفوا كيساوي هي ا او كاري في الفاريونس ديال اكس وهنايا غتلقى المهم عندي شي مشكل هنا في التليفون ها هو دا اوكي عندي هادي كنديرو هادي هنايا غنلقاو بلي الفاريونس اولا لي كارتي تشونجا يعني غنلقاو بما ان الفاريونس تشونجا اوكي تا عاوتاني لانديز دو جيني ما كيتشونجاش في هاد الحال هانتوما عقلوا على هاد المعادله ملي كتلقى الفاريونس اولا لي كارتي نو شونج با ما تشونجاتش ياك كتجيو لانديز راه كيتشونج اون فوا كتلقاو الفاريونس تشونجا دونك لانديس اولا يعني لانديس راه نو شونج با يعني كيبقى كونستون ما كيتشونجاش